شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة والعموم والناشئين لمسافة 120 كيلومتر والسباق التأهيلي الدولي والمحلي لمسافة 48 كيلومتر والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وذلك على قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة. فلدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري اتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى مشيدين بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن دعم وتشجيع جلالته وسموه لرياضة الفروسية. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى جلالة الملك المفدى إيجازا حول مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وضع كافة الاستعدادات والترتيبات أمام فرسان البحرين للمشاركة في هذا السباق. وقدم الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية رئيس المجموعة العربية السابعة للاتحاد الدولي إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جائزة التميز من المجموعة العربية السابعة للاتحاد الدولي وهي جائزة التميز لأفضل فارس عربي لعام 2016 وذلك عن فوز سمو الشيخ ناصر بالمركز الثالث لبطولة العالم للقدرة في سلوفاكيا. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره على هذه الجائزة متمنيا لرئيس المجموعة العربية السابعة للاتحاد الدولي دوام التقدم واستمرار النجاح. كما قدمت إلى جلالة الملك المفدى هدايا تذكارية كما تبادلت جلالة الملك المفدى الحديث مع الفرسان متمنيا لهم كل التوفيق في هذا السباق. بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى منافسات السباق وبهذه المناسبة هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله جميع الفرسان الفائزين في هذا السباق الذي شهد منافسات قوية وما حققوه من مستويات ونتائج طيبة أهلتهم لهذا الفوز. وأشاد جلالته بالجهود المتواصلة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في سبيل تطوير رياضة سباقات القدرة والوصول بها إلى أفضل المستويات وارتقاء بهذه الرياضة العربية والمحافظة على موروثاتنا الأصيلة. مقدرا جلالته كذلك جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية في تنظيم هذا السباق وتهيئة أفضل الإمكانيات أمام فرسان المملكة وتطوير هذه الرياضة التراثية العريقة. كما أشاد جلالة الملك المفدى بالمشاركة المتميزة والناجحة لفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السباق والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة الرياضية والشبابية. كما أعرب العاهل المفدى عن تقديره لما حققه فرسان البحرين من نتائج طيبة في هذا السباق مختلف السباقات ترجموا مدى قدرتهم وكفاءتهم في هذه الرياضة العربية شاكرا الجميع على جهودهم في نجاح هذا السباق وإظهاره بالصورة المشرفة ومتمنيا لهم دوام التوفيق لخدمة رياضة سباقات القدرة. بعد ذلك توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة الفارس راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة الفائز بالمركز الأول والفارس جعفر ميرزا من الفريق الملكي البحريني الفائز بالمركز الثاني والفارس منصور الفارسي من دولة الإمارات العربية المتحدة الفائز بالمركز الثالث.
ابو حمد ناموس ناموس لنا الحمد لله، والله نحن فرحانين ومتنومسين الحمد لله. الحمد لله طول عمر الاداء المرحله الاخيره كانت صعبه الحمد لله على كل حال ممشى وتنافس ويعني محك حقيقي بين ابطال وبين خيل تسوى، وهذا الحمد لله طلع من ضمن الابطال وصف روحه من ضمن الابطال وشرفنا في البحرين، ومثل ما صرحت لك امس بتفوزون بس مو بالساهل. والله العظيم يا ابو حمد انه مو بالساهل، حتى في الاستديو كانوا يتكلمون الفوز كان حاطين العين على الحصان اللي عندك لانه ما شاء الله كان منطلق وكان متصدر المرحله قدامه، يحاولون يدفعون يدفعون رغم انه واحد بند تميته على واحد. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ترى انا رافعين الراس اليوم ومستانسين، والله يعلم الله ان احنا فرحانين جدا بهالاداء هذا. هاي شيء مو بغريب ترى صراحه اليوم عليك طول العمر وعلى الملك حضوره، ولما شفناه اليوم هذا روحه كم يستدر هذا ناموس. ما في شيء غريب اليوم، الفوز لكم والمنافسه والشريفه والحك اللي وياكم دائما يجي من نحن واحد طول العمر، ناموسك ناموسنا يا طويل العمر. مشكور يا فاضل، مشكور ما قصرت، مشكور مشكور طبعا. والآن تتويج الفائزين من سباقات القدرة. كما وشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد على حساب البلد الآخر، ولكن كلنا فائزين، كلنا فرحين، كلنا دائما على من خلال تفضل الآن. مبارك لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة على هذا الانتصار وحصولهم المركز الثالث بتحدي رائع. نعم مشاهدينا الكرام، هذا هو جعفر ميرزا والحاصل على المركز الثاني. نعم وانتصار رائع، والمركز الأول مشاهدينا الكرام مع راشد يذهب أيضا. كما وشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سباق الناشئة للقدرة، والذي أقيم لمسافة 5 كيلومتر بمشاركة أحفاد جلالة الملك المفدى وعدد من الفرسان والفارسات الناشئين، وذلك على هامش سباق كأس جلالته للقدرة الذي انطلق صباح أمس بقرية البحرين الدولية للقدرة. تابع جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سباق الناشئة للقدرة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكية للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وعدد من أعضاء الاتحاد الملكي للقدرة. وقد أشاد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمشاركة الكبيرة التي شهدها سباق من قبل الفرسان الناشئة، مثمنا جلالته حفظه الله الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتعزيز ثقافة رياضة الفروسية وسباقات القدرة في الأجيال عبر تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة للنهوض بهذه الرياضة، مقدرا جلالته الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في وضع البرامج وإقامة الفعاليات والبطولات التي من شأنها تطوير هذه الرياضات التراثية بما يخدم المحافظة على الموروثات والقيم العريقة. من جانبه قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: تشرفنا بحضور ومتابعة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لسباق الناشئة للقدرة مسافة 5 كيلومترات الذي وجهنا جلالته لإقامته على هامش سباق جلالة الملك للقدرة، والذي يأتي ترجمة لتوجيهات جلالته أيده الله لتعزيز ودعم هذه الرياضة بما يسهم في ترسيخ هذه الثقافة في الأجيال
والذي يهدف للحفاظ على إحدى أبرز الرياضات التراثية، والذي ينعكس بدوره على المحافظة على تراثنا الوطني. وأضاف سموه: مما لا شك فيه أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذه الرياضة بفضل المتابعة والدعم المتواصلين من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق المملكة للعديد من النتائج المشرفة بمختلف المشاركات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية، وكان أبرزها لقب بطولة العالم للناشئين التي استضافتها تشيلي. فهدفنا أن نواصل هذا النهج الذي يحقق لنا الاستمرارية للمزيد من التطوير والتقدم في مستوى الفرسان، ويسهم في تكوين قاعدة متجددة من الفرسان الناشئة، والذي يخدم ارتقاء هذه الرياضة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيدا سموه بالجهود المميزة للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في طرح البرامج التطويرية وإقامة البطولات المحلية التي ترفع من المستوى العام لهذه الرياضة. مسي عليك طويل العمر، ونحن نمشي وياك. مساك الله بالخير طويل العمر، ايش حالك؟ بالنور والسرور. يا هلا يا هلا. طويل العمر، سباق الملك وخيول عندكم هذا، وبعد في عندكم وقت حق الصغاريه وحق الرياضه. اللفت الجميل اللي سويته طويل العمر اليوم شيء غير طبيعي صراحه. الخطه والقصد الرئيسي كنا نبغي الاهالي يركبون ويا الابناء. أيوة. يعني الفكره بتكون حلوه، الابو او الام يركبون مع ابنائهم ويطلعون طلعه مثل هذه، لا هو بسباق ولا هو بتحدي، لكنها فرجة وأنسة فيها المناطق الحلوة وعلى الخيل الراكدة يعني. لكن اللفتة الثانية حضور الملك، صراحة أشرحنا واستانسنا عليه، يا يشوفكم يشوف هالأجيال طويل العمر. شو قصدكم من هذا اليوم الرياضي حق يعني يركبون الصغارية 5 كيلو طويل العمر؟ الحمد لله على كل حال، يعني تواجد الملك معانا هو السر، ومثل ما أنت تشوف الشيخ محمد بن راشد تواجده معاكم في كل صغير وكبير. احنا ترى الملك نفس الشيء، يعني هو الداعم الرئيسي، هو اللي وصلنا لهالمستوى، فهو اللي يدعمنا، هو اللي شجعنا نقوم بالرياضات وتشجيع الأبناء وتشجيع الجميع. الحمد لله طويل العمر. باخذ الفرصة شوية حق باكر استعداداتكم طويل العمر. إن شاء الله بكرة بنحاول قد ما نقدر، ما أوعد إن احنا يعني بيكون عندنا المستوى القوي، ولكن يعني بنحاول قد ما نقدر إن شاء الله. انفزنا نستاهل، وانفزتوا وتستاهلون أكثر. بيض الله وياكم، مشكور. شيمة، شيمة موجودة معانا. شيمة، شيمة راحت عن محمد وحمد وعن فيصل. يا سلام، خلنا بعلق عليهم عصام، نشوف من اللي راح يوصل أول. هل راح يكون محمد أم شيمة أم حمد أم فيصل؟ واحد من الأربعة اللي موجودين راح يكون معانا متواجد على خط النهاية وياخذ المركز الأول. أوه شيمة، شيمة ارفع ايدك. ايوه، شوف شوف، يا سلام، شوف التعليم عصام، شوف كيف يعلمونهم. ارفع ايدك، يقول لي حرك ناموس، مبروك، يعني شيء جميل. الله، يا سلام يا سلام عصام، لفتة جميلة وممتعة